عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هننضف مع بعض السمك البوري. سمك البوري اللي معايا دوت سمك بحر مش سمك مزارع. الفرق بينه وبين سمك المزارع إيه؟ بصوا، سمكة البوري المخططة كده يبقى سمك بحر، أما سمك المزارع ما فيهوش التقليمة دي، بتبقى مش باينة مش واضحة. أما بالنسبة لسعر السمك البوري البحر في الحجم دوت بيبقى الكيلو ب 90 جنيه او 100 جنيه. المزارع بيبقى ارخص، بيبقى حوالي 50 60 جنيه. دلوقتي انا هنضفه وهفتحه معاكم عشان هعمله صينية في الفرن، لو مش عايزين تفتحوه براحتك. بسم الله، هنضفه عادي كأننا بننضف فسيخ، يعني البوري بيبقى هو الفسيخ. هشيل كل الزعانف زي ما انتوا شايفين. اهو كده، وبعد كده هكحت السمكة عكس اتجاه القشر، يعني عكس الديل. بصوا بيطلع بمنتهى السهولة، السمك لسه طازة عشان كده القشر بيطلع. انا لازم افتح بطن السمكة البوري عشان اطلع المرارة، عشان السمك البوري بالذات بيبقى بطنه مر غير اي سمك. كده خلاص كده انا شلت القشر من على سمكة زي ما انتوا شايفين. هشيل القشر بقى من على السمك كله، وبعدين وانا بفتح بطنه هوريهولكم. خلاص انا نضفت السمك بتاعي من القشر، دلوقتي هفتح بطنه. لو عايزين تفتحوه من الظهر براحتكم، انا هفتحه من عند البطن. انا هفتحه خالص عشان اعمله صينية في الفرن. زي ما بفتح اي سمك بطلع بطنه وزي ما انتم شايفين. هطلع الخياشيم بتاعته. وكده هفتحه للاخر بقى عشان اما احطه في الصينية يبقى مفتوح كده قدامي.
اهو يا حبايبي انا فتحته للاخر زي ما انتوا شايفين، هخلص باقي السمك اللي معايا وهغسلهم وهوريهم لكم في الاخر. اهو يا حبايبي السمك بتاعي بعد ما غسلته خلاص اهو زي ما انتوا شايفين ونضفته. عايزين بقى تحشوه وتدخلوه الفرن براحتكم، عايزين تحشوه وتقلوه برضو براحتكم. لو عجبتكم طريقة تنظيف السمك البوري بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.